بحر اسود ومنيل. 50 مليون دولار، ده مبلغ يخليك تعدي الفلانشات وتعمل كل اللي نفسك فيه وتحقق كل احلامك. هو ده كل اللي همك يا عم؟ انا قلت حاجه غلط؟ انا بحلم بس، استكتر عليا الحلم. وترضى يبقى معاك فلوس زي دي على حساب سمعتك وسمعه الست المحترمه اللي ربتنا؟ لا ما بلهاش ولا ارضاها كمان يا سيدي. انا مش قصدي على الراجل ده، انا قصدي على الناس اللي معاها فلوس كتير مش عارفه توديها فين، وانا مش عارف احقق حلم واحد من احلامي. يا اخي وانت ليك نفس تحلم واحنا في المصيبه دي؟ انت على فكره شاب اوفر جدا، يعني انت ليه مكبر الموضوع قوي كده؟ يعني يا طارق الموضوع كبير فعلا. يا عمي انا واثق 100% ان الراجل ده رمى بلاه على ابوك وامك عشان ابوك هبش منه المزه وهم صغيرين. هتحترم نفسك يا اخي، انت ايه ما عندكش دم؟ وانا قلت حاجه غلط يا اخي؟ المزه دي تبقى امنا. يا سيدي حقك عليا، اسفين، بس في الدنيا واحد ينتقم من الناس يكتب لهم ثروه زي دي الا ما يكون بيهرتل؟ بيهرتل؟ وليه ما يكونش عايز ينتقم منهم فعلا زي ما قال بابا؟ في الدنيا واحد عايز ينتقم من الناس ما يعرفهاش يكتب لهم ثروه زي دي؟ يا رب ابتديني بواحد ينتقم مني الانتقام ده. ده اللي مخوفني. خايف من ايه؟ عندي احساس ان الفلوس دي هتهد البيت اللي طول عمرنا عايشين فيه. ما اعتقدش، ابوك وامك دماغهم محجره قوي في الموضوع ده، والفلوس دي فعلا هتروح للجمعيات الخيريه. تصبح على خير. يا ريتها ترسى على كده.